السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج اونلاين. ايه اخباركم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو هنتكلم، هو فيديو مهم جدا، هنتكلم عن اهم 5 اشياء نتمنى نشوفها في لعبة بيس 22. هنخش في الفيديو على طول يا شباب. اولا الجيم بلاي، الجيم بلاي في بيس 21 زي ما شفتوا طبعا الجيم بلاي واقعي وجميل وحلو، بس في مشكلة، في عيب كبير جدا، هو ان الجيم بلاي تقيل جدا وبطيء في بيس، خصوصا كمان لما بتلعب اونلاين عكس فيفا تماما. الجيم بلاي بتاع فيفا غير واقعي، ولكن الجيم بلاي في فيفا الناس اللي بتحب فيفا لانه في سهولة في التحكم. في النهاية اللاعب اللي عاوز يلعب عايز يستمتع باللعب اهم حاجة، بعدين نشوف الواقعية. لو هتضيف واقعية في اللعب فاتمنى يكون التحكم سلس ومرن، ويكون في سهولة في اللعب، والتحكم يكون حلو كده، واللعب يكون خفيف معاك حتى عشان لما انت بتعمل مهارات يكون اللعب سريع معاك وكويس جدا. يعني خصوصا كمان في بيس لما بتلعب اونلاين، لما يكون الانترنت ضعيف بتحس انك بتلعب بلعب تقيل جدا، بطيء جدا في الجري بالكرة، في انك تباصي، ردة الفعل متأخرة جدا. الناس اللي بتلعب بيس كتير هتفهمني على طول. فأتمنى من شركة كونامي السنة دي في بيس 22 طبعا الجيم بلاي فيه تغيير كبير، خصوصا انهم استخدموا محرك الانرال انجن. اتمنى اهم مشكلة يعالجوها هي الجيم بلاي، يكون الجيم بلاي سريع وسلس، والتحكم في الجيم بلاي يكون ممتع وحلو. ولو عايزين تضيف واقعية للعبة ضيف واقعية، بس ضيفونا تقنيات جديدة بحيث انه يكون الجيم بلاي سريع وممتع وسلس. بس كده اول امنية تمنيناها، اول امنية نتمنى ان تكون موجودة في بيس 22. الامنية التانية يا شباب، طبعا عارفين طبعا من اجزاء تقريبا من بيس 19 ولغاية بيس 21 شبكة المرمى ما ضفلهاش اي تعديلات غير فقط اضافة الشباك. دي كمان الشباك عايزين نحسه في تغيير. طبعا كل ما تسجل هدف تحس ان حركة الشباك بتاعة المرمى هي تقريبا، بتحس انك انت بتشوف اعادة الهدف جبته قبل كده. فاتمنى من شركة كونامي انهم يضيفوا تعديلات قوية على شبكة المرمى ويكون في تحسين افضل ان شاء الله. الامنية التالتة اللي اتمنى تكون موجودة في لعبة بيس 22 وهي يضيفوا ادوار جديدة. زي ما انتم شايفين في فيفا وضع الالتيميت تيم وضع ممتاز وفي حماس وكده، وبيس برضو في الماستر ليج ممتاز، ولكن عايزين مودات جديدة تحس انه في تغيير في اللعبة كده وحياة حماسية اكتر غير اللي تعودنا عليها في السنين اللي عدت دي. عايزين نحس انه في تغيير في اللعبة بشكل جذري، يعني تكون كده تغييرات حلوة وحماسية بحيث يعني تحس انه في تغيير في اللعبة وتحس انك فعلا بتستمتع، مش زي كل سنة. طبعا شركة كونامي ضافت اوضاع جديدة زي التيم بيلد والوضع الماتش باس، لكن ما نعرفوش اي تفاصيل عن الاوضاع دي، ما نعرفوش ايه هي الاوضاع دي، شكلها من الداخل ما نعرفوش عنها اي تفاصيل. فنستنى تفاصيل والاعلان عن الاطوار دي. بيقول الاعلان قادم في نهاية شهر اغسطس، هيكون في معلومات قوية من حيث الجيم بلاي، وهيستعرضوا فيه كمان جرافيك الجيل الجديد وجرافيك الجيل القديم، والجرافيك الكمبيوتر هيكون من ضمن اجهزة الجيل الجديد. فاتمنى يكون في معلومات قوية ومعلومات مهمة جدا في الاعلان القادم. الامنية الرابعة سيرفرات الاونلاين. سيرفرات الاونلاين طبعا في بيس كلنا عارفين، مش هتكلم كتير، سيرفرات الاونلاين فيها مشاكل كبيرة جدا، وطبعا دي ممكن تكون مشكلة خارجة عن كونامي نفسها، بسبب طبعا في ناس النت بتاعها ضعيف ومش عارف ايه والكلام ده. ولكن يعني اتمنى من شركة كونامي انه يكون في نظام في اللعبة يحسن التوافق بين اقرب الناس اللي الاتصال بينهم يكون قوي، بحيث يعني يكون مفيش لاج في اللعبة، لانه بصراحة اطوار الاونلاين في بيس فيها مشاكل كبيرة، من اهمها اللي هي يعني فيها مشاكل، مشكلة واحدة بس اللي هي الاونلاين بتحسه كده ضعيف وفي لاج كبير داخل اللعبة. فاتمنى يكون ده من ضمن خططهم. طبعا هم عملوا اصدار نيو فوتبول جيم عشان يجربوا بيه سيرفراتهم الجديدة. السيرفرات الجديدة السنة دي متغيرة كليا، فالناس اللي جربت السيرفرات الاونلاين الجديدة اللي هم اختبروها في لعبة النيو فوتبول جيم اللي نزلت يوم 24 يونيو تقريبا، اكتبوا لنا في التعليقات هل السيرفرات دي كانت حلوة ولا لا. انا ما قدرتش العب الاصدار ده لانه انا بلعب على جهاز كمبيوتر، فبالتالي الناس اللي عندها جهاز من الجيل الجديد او الجيل القديم اتمنى يكتبوا لنا في التعليقات ويقولوا لنا هل السيرفرات الجديدة دي قوية وفيها تغيير وتحسين فعلا، ولا زي السيرفرات السابقة، اكتبوا لنا في التعليقات.
اخر معانا اخر حاجه النهارده معانا وهي الجمهور والقوائم. طبعا اول حاجه الجمهور طبعا كلنا عارفين انه الجمهور تقريبا من بيس 19، ايوه فعلا بيس 19 لحد 21 كان في تعديلات بسيطه جدا، لكن مظهر الجمهور العام هو كل سنه. طبعا شركه كونامي من حيث الجرافيك قويه عملاقه، ولكن حته الجمهور دي عايزين الجمهور يتحسن. احيانا بتبص في صورة بتلاقي شخص واحد متكرر تقريبا 5 أو 6 مرات، طبعا ممكن بعرض لكم صورة دلوقتي انتوا شايفينها، بتحس انه الشخص نفسه مكرر 5 مرات في الصورة، وده يعني شيء ممل بصراحة. وده مش في بيس بس، موجود في فيفا برضو. فاحنا دلوقتي في الجيل الجديد، زمن الجيل الجديد، عايزين يكون في تحسين. شركات الأجهزة اخترعوا لكم أجهزة بمواصفات عالية تقدر تشغل جرافيك قوي أكتر من كده بكتير. فأتمنى المطورين بيس وفيفا يكونوا في تعديلات قوية على الجمهور، يكون في تعد يعني على الأقل، مش عايزين الشخص اللي هو بيتكرر 5 مرات في الصورة ده على الأقل كده يعني. والشيء التاني القوائم طبعا في بيس، من بيس تقريبا 16 أو 15 القوائم هي بيكون عليها تعديلات ضعيفة. فالسنة دي عايزين القوائم تتغير خالص، عايزين يكون في تصميمات جديدة وقوائم سريعة، لأنه كان بيكون في توجل في القوائم في بيس في الأجزاء السابقة. عايزين أجزاء يعني عايزين كده قوائم بسيطة، وأهم حاجة تكون سريعة في أثناء ما أنت بتقلب بين القوائم، يكون في سرعة وفي سلاسة، عشان ده بيسبب بصراحة يعني بيسبب كده توجل، ويعني مش حلو يعني. طيب انا كده اكون خلصت، اكتبوا لي انت في التعليقات، اكتبوا لي هل في حاجات تانية انا نسيتها تتمنى تكون موجودة في بيس 22، اكتبوا لي في التعليقات تحت. عايز افكركم يا شباب، عايز افكركم ان اخر اول تريلر قادم يعني لاجهزة الجيل الجديد هيكون في اواخر اغسطس تقريبا يوم 25، فانتظروا للوقت ده، محدش يحكم على اللعبة لسه ما شفناش الجرافيك الداخلي. طبعا زي ما قلت لكم في الاول، المسرب اللي على منصة ريديت قال ان لقطات الملاعب فقط كانت من الجيل الجديد اللي في التريلر اللي اتعرض يوم 21 يوليو، والمسرب ده صادق وواثق فيه جدا، لانه قال معلومات كتيرة جدا، ما فيش حاجة طلعت غلط، كل المعلومات دي طلعت صح. والشيء المحزن انه قال جرافيك الجيل القديم او الجيل الحالي هيكون مشابه لبيس 21، ده الشيء يعني بصراحة اللي يضايق. ولكن المسرب ده هو فعلا هو ادعى انه مش مسرب، هو قال انا موظف في شركة كونامي، ولكن بيسرب المعلومات دي عشان الاسئلة الكثيرة اللي الناس عايزة اجابات عنها. هو فعلا يعني اخر في الفترة الاخيرة شركة كونامي طلعت اكدت معلومات كثيرة جدا قالها، منها الفلاتر الجديدة اللي هتكون موجودة في اللعبة اللي بتخليك تلعب ضد جيل انت عايزه معين، وكمان قال انه جهاز الكمبيوتر هيكون من اجهزة الجيل الجديد. يعني جهاز الكمبيوتر في فيفا طبعا عارفين الصدمة الكبيرة، فيفا اعلنت انه في لعبتها الجديدة فيفا 22 جهاز الكمبيوتر هيعتبروه من اجهزة الجيل الحالي او الجيل القديم، مش هيكون فيه مميزات الجيل الجديد. في بيس جهاز الكمبيوتر هيكون من ضمن اجهزة الجيل الجديد. كمان قال انه دور الماستر ليج والماي كلاب هيكون موجود في بيس 22، فعلا كمان شركة كونامي اكدت المعلومة دي. فبالتالي الموظف ده يعني كل المعلومات اللي هو قالها دي وطلعت صح، طبعا في معلومات كتيرة انا مش فاكرها حاليا قالها طلعت كلها صح، طبعا يعني ما فيش حاجة غلط، وده بيخلينا نتأكد فعلا ان هو موظف داخل شركة كونامي. بس كده انا كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وشكرا للمشاهدة، وشكرا للدعم المستمر اللي بتقدموه في التعليقات، حقيقة شكرا جدا. استنونا في الفيديو القادم، سلام.